دارفور تراث وحضارة. مستمعي عافية دارفور، مرحب بكم في برنامج دارفور تراث وحضارة. الفنانة الدارفورية المشهورة مريم عبد الله محمد أحمد أو مريم أمو هي واحدة من الرموز الفنية البارزة في دارفور. ولدت مريم أمو في قرية ميروكابر التابعة لمحلية بلبل دلال العنقرة في جنوب دارفور، وبدت مسيرتها الفنية في إذاعة نيالة سنة 94، وهي أيضا ساهمت في تأسيس فرقة ولاية جنوب دارفور الفنية. مريم أمو شاركت في عدد من المهرجانات الفنية في مختلف ولايات السودان، حيث نالت الميدالية الذهبية في مهرجان الولايات بالخرطوم سنة 2002، ونالت الميدالية الذهبية في مهرجان ولايات دارفور في نيالة سنة 98، ونالت الميدالية الذهبية في مهرجان المدائح النبوية بمدينة نيالة سنة 99، والميدالية الذهبية في مهرجان الفروسية في نيالة سنة 2002، وفي سنة 2009 نالت الميدالية الذهبية أيضا في مهرجان المركز الثقافي الفرنسي في جوبا. مريم أمو عندها إنتاج فن غزير يفوق 10 ألبومات غنائية، وأول إنتاج فني لها كان ألبوم تيرا تيرا. مستمعا في دارفور، من خلال هذه المساحة نقدم لكم سلسلة من الحلقات أجريتها أنا عبد المنعم مكي مع الفنانة مريم أمو خلال مشاركتها في مهرجان التراث الدارفوري الأول الذي عقد في مدينة هيوستن في أمريكا خلال الأيام الفاتت. مستمعي إذاعة عافية دارفور، مرحب بكم من مدينة هيوستن، ويسرنا ويسعدنا أن نلتقي بالفنانة الدارفورية المشهورة الأستاذة مريم أمو التي يعني تشارك هذه الأيام في المعرض التراث الثقافي الدارفوري الأول. احنا سعيدين الأستاذة مريم أمو أنك تكوني معنا اليوم في إذاعة عافية دارفور، وتكلمينا عن أهمية مشاركتك في المهرجان التراثي الدارفوري الأول وقدومك أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. مرحب بك. شكرا، بشكر أهلنا كلنا، أهلنا كلهم أنا بشكرها عليهم غيرين في الولايات المتحدة، وأهلنا يعني تيب وشديد عشان نحن نجي نوصل هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، عشان نوصل هنا أهلنا تيب وشديد، لكن يعني بجهود وقدرة الله قدروا جابونا نحن عشان الناس يسمعوا تراث بتاعهم. والأهم حاجة هو التراث في الدنيا، دول ما عندك قديم ما عندك جديد، وما عندك تراث ما عندك هوية. نحن ممسكين للتراث بتاعنا. أنا بشكر للشعب الأمريكية اللي هو ماسك أهل دارفور كلهم ولا أهل السودان كلهم بتمتهم ماسكهم في الولايات الأمريكية المتحدة، ماسكينهم لأهلنا اللي عندهم عرب في البلد بتاعهم. أنا بشكر للشعب الأمريكي والرئيس الأمريكي اللي هو أوباما، أنا بشكر برضو، بشكرهم جدا جدا. بعدين يعني أنا بنشكر شديد شديد، والحفلات اللي نحن جينا فوقه، أنا الليلة الحفلة دي يعني عجبني، أول مرة الحفلة في الولايات المتحدة الأمريكية عشان نقدر بنعمل حفلة التراثية بمعرض الثقافية عشان نقدر بنعمل. أنا بشكر أهلنا القدرة عبروا للتراث دارفور، أما معرض دارفوري في ولاية اللي هو تكساس، يعني في ولاية التكساس للولايات المتحدة الأمريكية أول مرة، ولسه كتير الناس متحدين والناس فرحانين، وأنا عجبني فرحة بتاع الأهل اللي أنا لقيتهم هنا، يعني والله انبسطت منهم جدا جدا. الناس كله فرحانين، الصغار والكبار كلهم فرحانين، يعني أنا ذاته فرحان معهم غادي منهم وغادي، يعني أنا لقيت أهلي يعني الليلة استقبالهم اللي استقبلونا ده استقبال حار شديد شديد، يعني عجبني شديد، وأنا بشكرهم جدا جدا. والحفلات بتاعنا لسه كتير، نلفوا معاهم ولايات الباقي اللي سام ديل، نلفوا معاهم نعمل لهم حفلات برضو يسمعوا صوتنا ونشوفون بأيوننا ويشوفونا، عشان أنها نكون منبسطين وهم يكون منبسطين. أما حاجة دايرين من أهل دارفور كلهم، أنهنا دايرين وحدة، دايرين الوحدة، النازين تابانين، أهل دارفور تابانين، بلدنا ده انتهى. الكلام اللي أنهنا دايرين يا أهل دارفور تفرخ ما كويس، نلم ايدينا مع بعض، قلوبنا مع بعض، خلينا نتلفتوا ورا لوطن بتاعنا عشان نطلوا وطننا. بس التوصيه بتاعي كل القبائل الدارفوريه، كل القبائل الدارفوريه وكل القبائل المهمشات المهمشين، انا ما فرست زول، انا اتقلي الناس كلهم خليه يعصروا قلوبهم. المخالفات دي ما بودينا قدام ولا بودينا قدام ولا نقدر نهرر، ان احنا خلينا نشوفوا بعضنا، خلينا نتاوقوا بعضنا، خلينا نلموا بعضنا ايدينا وقلوبنا عشان نهرروا الوطن بتاعنا. اوكي، ده كلام ممتاز استاذه مريم أمو. يعني الليله كل الناس فعلا جاد ورقصات
وغنت يعني كل الناس مع بعض. احنا دايرين نشوف دور الفن ذاته يعني الغنى ده عنده دور كبير في انه يجمع الناس ويلم الناس مع بعض في انه يتحدوا. يعني كلمينا عن دور الفن في انه يعني يساهم في رتق النسيج الاجتماعي بين الناس يعني كل اهل دارفور. كل اهل دارفور انا بشكرهم كل الفنانين كمان يعني الزملاء بتاعنا بنشكر على هو اخو ارم بونغا وماجد كربيا ومبارك خميس من أولاد مساليت ومبارك من أولاد صغاوة وكل الفنانين الآن اللي جيتم هنا ونشكر اللي هو أستاذ كبير عبدو كيوكا قاعد في خرطوم وكل الفنانين اللي قاموا بوراي في الخرطوم قاعدين بغنوا لتراثهم وكل الشعب قاعدين بغنوا لتراث بتاع دارفور. أنا بشكرهم جدا. الفن بالذات الفن ده يعني حاجة ربنا بخلق لإنسان في أوروك بتاع قلب بتاعه وبعد ذاك أنت لما تعبر تغني تقول كلام على اللازم كلام عشان يخش للناس في قلب بتاعه وفي الرأس بتاعه. أن إحنا عبينا في الفن إلا المويار وكلام شين أن إحنا شبكونا بتاعنا ده كله نقوله للناس عشان الناس يقدروا يتوحدوا. الفن أن إحنا في دارفور فننا ده قام متأخر ما قام بدري قام متأخر ومتأخر بعد ما خلاص عرفنا هو بيقى في جنوب دارفور حتى الفن جانا. أن إحنا كان مهمشين صحي كلنا مهمشين أهل دارفور كل القبائل الدارفورية كله مهمشين ما كان عارفين إنه حالات الفن بالناس مؤمن بعيد من القبائل تانين من خرطوم وشمالية وكده نسمو حقهم رتنبور يعني تابلة وياتهم بنسمو ونسمع بيهم ما عبيناه للآن بنسمو بيهم لا. لكن أن إحنا كمان دايرين ننتحد من صغارنا من كبارنا الهسة مبادين الفن يقوى الفن بتاعهم عشان نقدر إذا هررنا نمسك بلدنا بفن بتاعنا بثقافتنا بتراثنا نمسك أعداد التقاليد بتاعنا قوي عشان نودوا البلد بتاعنا قدام. مستمعة في دارفور إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة مع الفنانة الدارفورية مريم أمو وفي الحلقة القادمة نواصل معها الحوار.